ألف مبروك للهلال، الفوز بالمباراة، الفوز بالبطولة، قدم ما يستحق عليه طوال هذا الموسم بالطبع، الحصول على بطولة وتنافسية كبيرة موجودة داخل الملعب ونجوم كبار، وتحصل على البطولة بفرق 14 نقطة عن المركز الثاني وبأرقام قياسية. أعتقد أنه هذا هو الهلال وهذا ما يستطيع تحقيقه دائما، يضيف على المكتسبات السابقة ويتحرك للأمام بطريقة مدروسة جدا. 34 مباراة، يعني تفوز في 31 وتتعادل في ثلاثة وبدون خسارة، رغم وجود بطولات أخرى ثانية موجودة وأكثر من محطة ومسار الهلال يتجه عليه ويوزع جهوده، ومع ذلك هو الفريق الأفضل، يستحق البطولة بكل تأكيد. خلينا نقول أنه الهلال عنده أفضل اللاعبين ومدرب كبير جدا، وخلينا نقول أن القيمة السوقية زائد القيمة الفنية زائد القيمة المالية للاعبين كبيرة جدا، لكن الميزة التنافسية اللي موجودة لدى الهلال ويفتقدها معظم المنافسين إذا ما كانوا كلهم، هو الاستقرار الإداري والبيئة الصحية للعمل الداخلي، هيكل القرار وهيكل التنظيم الموجود بالداخل. تشعر أنك في مؤسسة، في منظومة عمل، في حتى في الجوانب التسويقية والجوانب، أكثر فريق يملك يعني رعاة وجهوده الذاتية موجودة وظاهرة في هذا العمل في أمور التجارية والتسويقية، حتى وإن كان الفرق اللي مملوكة من شركات في تحرك لها، لكن التحرك الهلالي اللي نابع من إدارته الحقيقية ومحاولة للتحرك في السوق كانت واضحة جدا على كل المستويات. الميزة التنافسية اللي لدى الهلال هي الاستقرار، هي وجود هيكلية مرة جميلة جدا، يعني في مركز القيادة موجود الأمير وليد بن طلال، في الإدارة التنفيذية يوجد قائد كبير جدا ويعمل، وفي يعني في تشعر أنه يتداخل في الوقت المناسب ويتخذ القرار، ويوجد صلاحيات موزعة بانتظام وبأناقة موجودة مع فريق العمل. واحدة من الملاحظات اللي بوجود أنت يعني حطيت يدك عليها وخليتنا نلتفت لها، حتى في لحظات التتويج وطريقة انضباط النجوم وطريقة يعني موجود قرار، موجود انضباط، موجود النجم الكبير، حتى لما كنا نشوف نيمار وهو يبغى يتقدم لدخول لاستلام جائزته، كان في احترام للرئيس، كان في احترام للدور، كان في هذه الأمور يعني تشوفها صغيرة جدا، لكن هي لها دلالات كبيرة جدا إنه هذا العمل هو تراكم نجاحات ولسنوات واستقرار إداري طويل جدا. لذلك الفرق المنافسة إن رغبت في المنافسة في السنوات القادمة أو البطولات القادمة، لازم أول شيء تبني منظومة عمل ونظام يبدأ يتحرك ويراكم عليه. تقدر تجيب 10 لاعبين، تقدر تجيب أفضل لاعبين. الاتحاد اليوم مثلا وفرق أخرى لعبت بخمسة ستة سبعة دوليين، لكن الفروقات جدا كبيرة بين فريق منظم ومنظومة عمل متكاملة وبين فرق تعمل بفوضى، تتحرك بعشوائية، تتحرك بردة فعل. لذلك مبروك للهلال، درس كبير جدا في هذا الموسم.